البنك الشعبي الموريتاني يضع بين أيديكم بطاقة ماستر كارد سفر مع تخفيض بنسبة 25% من 24 من يونيو وحتى 24 من سبتمبر. بطاقة ماستر كارد خاصة بزبائننا المتجهين إلى المغرب وإسبانيا وباقي أنحاء العالم خلال عطلهم الصيفية تتيح لكم المزايا التالية: قابلية الدفع الإلكتروني عن طريق الإنترنت، قابلية الدفع في أي مكان عن طريق الصراف الآلي، قابلية السحب من أي مكان في العالم، اقتناء بطاقة خفيفة وسهلة الاستخدام بدل الاضطرار لحمل السيولة النقدية وتكبد تكلفة تحويل العملات. البنك الشعبي الموريتاني بكل اطمئنان. نهاية ولايتين رئاسيتين من حكم محمد بن عبد العزيز وبداية عهد سياسي جديد يتولى فيه محمد بن الغزواني مقاليد السلطة في البلاد. لحظة تبادل السلطة بين الرجلين كانت مناسبة جدد خلالها غزواني تعهداته الانتخابية بالعدالة والرفاه ووزع بسخاء وعود التنمية والمساواة. سأعمل بقوة وحزم من أجل القضاء على جميع مظاهر الغبن والحيف أياً كان مصدرها وأياً تكن طبيعتها، وسأولي عناية قصوى للفئات الهشة وتلك التي عانت تاريخياً من أي شكل من أشكال التهميش. ولم تعرف موريتانيا من قبل تداولاً للسلطة بين رئيسين منتخبين، وقد أنهى انقلاب عسكري عام 2008 قاده الجنرالان حينها عزيز وغزواني تجربة ديمقراطية أوصلت أول رئيس مدني إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع. ورغم ما يبدو من أهمية لهذا الانتقال في تكريس الممارسة الديمقراطية وترسيخ مبدأ الولايتين الرئاسيتين المنصوص عليه في الدستور، فقد مثل غياب مرشح المعارضة استمرارا لمتلازمة طبعت المسار الديمقراطي منذ نشأته هنا قبل 3 عقود. فلم يعترف ممثل المعارضة الأربعة بنتائج الانتخابات حتى الآن، ولم تنجح مشاورات دخلتها الأغلبية الحاكمة مع المرشح الحائز على المرتبة الثانية بيرام العبيد في تعديل موقفه وتجاوز ما يقوله هو والمرشحون المعارضون إنه تزوير شاب العملية الانتخابية. لم نعترف بالنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات وصدق عليها المجلس الدستوري، وبناء على موقفنا هذا يأتي عدم سعينا لحضور التنصيب. وفي ظل غياب مرشحي المعارضة مثل حضور بعض وبحزب تواصل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان، ما قد يعتبر رسالة ذات مغزى بشأن طبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة في قادم الأيام. باب الحرمة، الجزيرة، نواكشوط.